أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام في تغطية جديدة نخصصها للحديث عن أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، والذي تناول العديد من الملفات من بينها الاستثمار والعلاقات التجارية الخارجية. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أننا حريصون على تأمين احتياجات الدولة كافة من الطاقة، والدولة وفرت نحو 2.5 مليار دولار لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي. وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة شبكة توزيع ونقل الكهرباء لاستيعاب نحو 4 جيجا من الطاقة المتجددة، موضحا أننا نستهدف العودة بمعدلات إنتاج حقول الغاز إلى طبيعتها بحلول يونيو المقبل. كما قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن معدلات إنتاج الغاز من حقل ظهر ستعود لما كانت عليه قبل نهاية يونيو، وأشار أن ذلك يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الإنتاج وتلبية احتياجات السوق. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن ألمانيا من أكبر اقتصاديات العالم، وتم الاتفاق على توقيع العديد من المشروعات. وأضاف أن رئيس ألمانيا تحدث معنا عن قطاع الصناعة والتنمية بصورة معنية، وهناك مشروعات ضخمة داخل مصر مع الجانب الألماني. وللمزيد من المتابعة والنقاش ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور ثروة راغب أستاذ هندسة البترول والطاقة. برحب بحضرتك دكتور ثروة. إذن وأنت متخصص في مسألة البترول والطاقة، إذن كيف ترى الجهود التي بذلتها الدولة في الفترة الماضية لمنع انقطاع الكهرباء؟ ايه فندم، طبعا الدولة حاسة شديد جدا ان موضوع الكهرباء ده يتم التغلب عليه، وكان عندها استراتيجيه وما زالت هذه الاستراتيجيه موجوده لحد 2035 بحيث ان احنا نقوم بعمليه التغلب على هذه الكهرباء، وده بزياده الانتاج. طيب احنا عارفين ان لو حضرتك اشرت في الكلام ان حقل ظهر طبعا كان حوالي 7.2 مليار قدم مكعب من الغاز، دلوقتي حقل ظهر وصل لحد 5.8 مليار قدم مكعب من الغاز، يعني نزل كميه كبيره، وده طبعا نتيجه التناقص في الضغط وزياده الميه في الابار، لان دلوقتي بقى له اكثر من 5 سنين شغال. ده طبعا ادى الى السبب الرئيسي لقله الانتاج، وده طبعا ادى التاثير على قطاع الكهرباء، ان احنا عارفين ان احنا عندنا 60% من انتاج الغاز في مصر بيتحول لانتاج الكهرباء في المحطات اللي هي طبعا تمت عملها مؤخرا زي سيمنز وبعض المحطات الاخرى، وبناء عليه لقله الانتاج ادى الى هذا التاثير. طبعا الدوله عملت مجهود كبير جدا، قامت بتوفير حوالي 2.5 مليار دولار لعملية شراء أكثر من 20 شحنة من الغاز المسال عشان تكون بالتغلب على هذه المشكلة. مش كده طبعاً وبس، طبعاً قامت بجذب مستثمرين كثيرين جداً مثل إكس موبيل وشركة شيل، وحالياً دلوقتي طبعاً سيادة الوزير في أمريكا في هيوستن، وطبعاً في عمل زي جلسة جانبية مع شيل للغاز المسال عشان يقوم بعمل عملية إزاي يقوم بعمل توفير هذه الشحنات، لأن طبعاً المناقصة اللي تمت فيها 20 شحنة من ضمن الشركات اللي وقع عليها هذا الاختيار كانت شيل وشركة توتال، وطبعا شيل احنا عارفين انها كانت بتكون بعملية الحفر قبل كده في مصر وبعد كده توقفت وبدأت تحفر تاني، وبناء عليه تم ترسيد بعض المناقصات عليها في خرج متوسط والبحر الأحمر، وإن شاء الله خلال 2025 سيتم عملية وضع آبار جديدة على الإنتاج هتقوم بعملية تدعيم هذا الغاز القليل اللي هو انتاجه هذه اللحظه. بجانب طبعا في عندنا ان الدوله عندها استراتيجيه او من ضمن العناصر الاساسيه انها تقوم بعمليه تنويع سله الطاقه، بمعنى انها تقوم بعمليه اخذ الطاقه المتجدده ل 2035 لتوصل حوالي 42% من الشبكه القوميه، وده اللي بيتمثل طبعا في الانتاج الكهرباء من الطاقه الشمسيه والكهرومائيه والهيدروجين الاخضر وخلافه من هذه الاشياء. طيب دكتور ثروت، إذا برأيك كيف تعمل الحكومة على رفع كفاءة شبكة وتوزيع ونقل الكهرباء لاستيعاب الطاقة المتجددة اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي؟ الدولة طبعا عندها شبكة قوية جدا من الكهرباء، واحنا بننتج كمية كبيرة جدا من
الطاقه، الاجيال لازم عليها تقوم بعمليه توسعيه وعمليه ربط هذه المحطات بالشبكات الاخرى عشان تقوم بعمليه معادله الوفر اللي عندنا في الطاقه. احنا طبعا احنا عندنا انتاج طاقه ضخم جدا، ولكن طبعا موضوع المحطات زياده درجه الحراره بيأثر على عمليه الكمبرسرات والمحطات في عمليه الكفاءه بتاعتها. فهي عنصرين، موضوع درجه الحراره العاليه وده طبعا بيأثر على الكفاءه المعدات في الالات في الطاقه الكهربائيه، وموضوع نقص الكهرباء. فهي طبعا دلوقتي تم عمليه طبعا مينتنس وتم عمليه توسعيه عشان تقوم بمعادله هذه الانقطاعات الكثيره، والنتيجه طبعا تخفيف الاحمال بحيث انها تقوم بمعادله هذه الاشياء. ولكن زي ما حضرتك اشرنا ان خلاص الشحنات بدات توصل مصر اوريدي بالسهل، فاحنا عندنا انتاج كميه من الغاز المسال هتقوم بتوفيرها في هذه المحطات، وبالتالي هتقوم بعمليه عدم الانقطاع مره اخرى، وده اللي سياده رئيس الوزراء قالوا النهارده في الاجتماع، بحيث ان احنا ان شاء الله مش هتكون في قطع كهربائي للسنين القادمه. ان شاء الله يا دكتور. وفي سؤال بيحضرني الان، اذا كيف يمكن العمل على زياده انتاج المواد البتروليه خلال الفتره المقبله، ومش بس كده كمان تشجيع دخول الشركاء الاجانب؟ تمام، عشان نزود الانتاج يا فندم في عندنا حاجتين اساسيين، لازم احصل ابار جديده، تمام، ولازم اعمل عمليه تنميه للابار الموجوده بالفعل. عشان احصل ابار جديده يبقى لازم اجذب مستثمر، لازم اجيب احط او اوضع مناطق جديده اللي هي عمليه استثمار. احنا دلوقتي عندنا غرب المتوسط خلاص رص الحمد لله على اكسون موبيل، رص على شيل، ولكن لسه بيعملوا عمليه التقييم البحث السفني عشان بعد كده يخشوا بعمليه ان شاء الله حفر ابار عن قريب، وده طبعا ده ما تمش قبل كده في غرب المتوسط. فده عمليه يعني كميه كبيره من الغاز ستضاف الى المخزون الاحتياطي المصري في غرب المتوسط. بجانب البحر الاحمر تم عشان برضه الى الان لن نقوم بحفر اي بئر فيه، ولكن قمنا بتقييم المنطقه السيزميه هناك وعارفين اكثر من 10,000 كيلو متر مربع وتدريس على شركه مثلا شل مبادله وبستنى. طبعا برضه منطقه فيرجن ستقوم اضافه احتياطي اكبر سواء كان غاز او بترول للاحتياطي المصري. في عندنا الدوله يعني تقوم بجذب مستثمرين لاول مره يدخلوا في مصر، وده طبعا لحزمه من الاشياء التي تقوم بتحفيزها للمستثمر الاجنبي. وطبعا المهم جدا عندنا وده الناس لازم تعرفه، ان احنا عندنا حاجه اسمها اللي هي بيسموها الاي يو جي جيت او المنصه الرقميه اللي هي بيكون بتساعد يعني بتساعد اي مستثمر اجنبي ان يقوم باخذ الداتا منها ويعمل عمليه تقييم قبل ما يخش المناقصه. ما عادش بقى حد يروح الهيئه وياخد بقى مناقصه ويشوف خلاص الشروط حد يقول لا، ممكن هو في امريكا يخش بباسورد معينه بيدفع فيز معينه ويعمل اكسس على هذه الداتا ويقول لك والله لا انا خلاص انا كده ممكن ايه ادخل هذه المناقصه. ده مما سرع وجذب مستثمرين اكتر، وده اللي فعلا تم بالفعل في كذا مناقصه تمت قبل كده عن طريق المنصه الرقميه للاي جي جيت، تمام، وده مما خلى ان اكسون موبيل وشيفرون يخشوا في هذه المناقصات وترص عليهم بعض المناقصات والاماكن سواء كان في البحر المتوسط او كان في البحر الاحمر. يمكن ده للدولة الاتجاه اللي حضرتك ذكرته، ده للدولة بتسعى لي منذ فترات طويلة، فكرة الرقمنة والتحول الرقمي لتسهيل كل الإجراءات والتعاملات. ولكن دكتور ثروت، يعني أيضا دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تحدث خلال هذا المؤتمر الصحفي عن حقل ظهر والشائعات التي تقول أن حقل ظهر ربما يعني تم الانتهاء من خدماته، ولكن هو كذب هذه الشائعة. كيف تعقب على ذلك؟ تمام، طبعا الكلام ده غير صحيح. هو حقل ظهر فيه 30 تريليون قدم مكعب، تمام. حقل ظهر زي ما قلت لحضرتك هو انتاجه كان 7.2 بقى انتاجه حوالي 3.21 دلوقتي، فالانتاج قل ولكن المخزون لسه موجود. ففي طبعا احنا كمتخصصين في عمليات كثيره تتم جدا عشان اقلل نسبه المياه اللي ظهرت. طبعا هو البير بيبقى في غاز فوق وفي تحته ميه، بمرور الوقت بيحصل فيها حاجتين، الضغط الغاز بيقل وبناء عليه عمليه الرفع الى السطح ما بتبقاش بذات كفاءه، في نفس الوقت الميه بيحصل لها حاجه اسمها كون او بتطلع من تحت عشان تقشر الغاز، وده اللي حصل في الكيس ديت دلوقتي، لان طبعا يعني هما الاثنين الغاز والميه بيطلعوا تحت الارض بنفس ايه بسرعه مختلفه، فبيحصل الميه بيحصل لها كوننج وبالتالي بيزود وبيقلل الانتاج. ولكن ده طبعا مش معناه ان خلاص البير ان الحقل لا خلص، لا بالعكس، ان احنا عندنا ايه حفرت اوريدي مؤخرا بير جديده في حقل ظهر، وستقوم بعمليه
عمليه المينتنس والورك اوفر وعمليه حفر ابار اخرى جديده، لان احنا لسه عندنا المخزون كله ما طلعش من تحت الارض، هم 30 تريليون كده مكعب من الغاز. فده طبعا هو في مشاكل بالنسبه للميه وذات الطاقات، ولكن طبعا حلولها كثيره جدا، في عندنا حلول ميكانيكيه، حلول كيميائيه باستخدام الكيميكال، في حاجات كثيره جدا موجوده مصنعه منذ سنوات، وده ممكن طبعا نكون بعمل تطبيقها والتغلب على هذه المشكله ويعود الانتاج. ممكن ما يكونش الانتاج يعود طبعا الى نفسه، ولكن نكون بتحسينه بزياده ابار جديده وعمليه تقليل نسبه الماء الموجوده في عمليه الانتاج، وده طبعا وارد جدا، وده حاجات مطبقه في كل انحاء العالم واحنا عارفينها كويس. طيب دكتور ثروت، يعني برأيك كيف تم التغلب على كل التحديات ومناقشة الإجراءات التسهيلية من أجل جذب مزيد من المستثمرين إلى مصر، وأيضا ما هي الجهود التي قامت بها الدولة من أجل توفير الاحتياجات اللازمة للشعب المصري من الكهرباء؟ أوكي، أول حاجة المستثمر الأجنبي، أول حاجة عندنا حاجة مهمة جدا، وهي عملية قانون تنشيط سوق الغاز. لما كنت أنا في مجلس النواب ومجلس الطاقة خلصنا هذا القانون، وده أدى إلى جذب مستثمرين كتير. كان من أهم هذا القانون إن هو يكون بعملية إن الغاز أو كمية الغاز اللي المستثمر بياخدها نتيجة البرودكشن شيرنج بتاعته اللي بياخدها من عملية الاستثمار بتاعه ممكن يبيعها في مصر وخارج مصر، وده طبعا أدى تحفيز المستثمر الأجنبي إن هو تبقى حر، ممكن ياخد النسبة بتاعته ويبيعها في أي حتة هو عايزها، ما كانش موجود قبل كده في قوانين الهيئة ولا الإيجاز اللي ان هو يعمل حاجه زي كده. تمام، طبعا موضوع الاتفاقيات البتروليه بدا في تعديل في الاتفاقيات نفسها، بحيث ان هو برضك بحيث ان هو يبدا يجذبه. كان في بنسميها احنا زي اجزاء من الاتفاق، بحيث ان الشيك الاجنبي او منحه للدوله او لوزاره البترول او ما نصح للايجاز او الهيئه، بحيث ان هو يبدا يدي هذه المنحه ويبدا بعد كده يخش الاحفر و هذه الحاجات الاشياء او العناصر دي كلها بدات تتغير الى حد ما، بحيث انه نكون بجذب المستثمر الاجنبي. انت عارف حضرتك الدفاع عندنا حاجتين، اما في منطقه الشافيه ما فيش فيها حاجه خالص، المستثمر بيجي مثلا ايه يخش عشان يحفر، خصوصا في الاعماق اللي هي 1200 300 متر تحت الارض، فده ممكن يحفر مثلا ممكن ما يلاقيش بترول، فممكن احنا عندنا حقل ظهر لوحده او الابار كان الحفار في اليوم بتاجر بمليون دولار، اليوم الواحد بس مليون دولار، ففي حقل ظهر في عندنا تكلفه كبيره جدا في الابار العميقه، فده كوست كبير جدا، فبدا نديله المستثمر الاجنبي، واحنا عارفين ان هو اوريدي بيصرف كل فلوسه، واحنا مصر ما بتدفعش اي خالص دولار لحد ما ينتهي بالاستكشافيه الاولى، فكل الانفست وكل الريسك عليه هو، وبالتالي لازم نعمل له عمليه تحفيز في عمليه الانتاج والبرودكشن كيرنج والحاجات دي كلها. ده برضك ادى الى جذب مستثمرين كتير، وموضوع الاستقرار الامني في مصر جذب ناس كتير جدا، وموضوع طبعا الديون، ان احنا طبعا ان مصر بدات تسدد الديون بتاع الشيك الاجنبي، هي طبعا كانت عاليه جدا، ودلوقتي بقى 8 مليار وبقى 6 مليار وبعد كده بقى 4 مليار وبعد كده 2 مليار بتاع عمليه. وطبعا احنا عندنا برضو دوله الوزراء قال لازم نكون بتسدد هذه الديون المتبقيه عن قريب القريب. تمام، ده معناه كله حزمه من الاشياء اللي عملتها الدوله بحيث ان تكون جذب المستثمر الاجنبي، بحيث ان هو يستثمر في مصر وعارف ان فلوسه اللي هيدفعها هياخدها وفي مكان امن. فده كل ده هذه الاشياء ادت الى جذب المستثمر الاجنبي في مصر. طيب ده هيخليني اسال حضرتك يا دكتور سؤال متعلق بنفس الجزئيه، يعني كثيرا ما نسمع هذه الفتره عن مزيد من الاستكشافات البتروليه والحقول الخاصه بالغاز، يعني دعنا نتحدث بلغه الارقام، حجم الحقول التي تدرها على اقتصاد الدوله من هذه الاستكشافات. والله الحقول عندنا في مصر حقول كثيره جدا، الناس لازم تعرفوا ان احنا عندنا في حوض البحر المتوسط لوحده اكثر من 200 تريليون قدم مكعب من الغاز، عندنا في البحر المتوسط من في غاز فقط وكوندنسيت، كوندنسيت يعني غاز طالع معاه بترول، فعندنا في الصحراء الغربيه لحد هذه اللحظه اكثر من 40% فقط تم عمليه الاستكشاف فيها، وطبعا فيها طبعا حقول غاز وحقول بترول، الصحراء الشرقيه بيكون فيها بترول فقط ويكون يعني تقيل شويه، وعندنا البحر الاحمر خارج سويسرا عندنا طبعا البترول بتمثل فيه شركه جابكو العظيمه وبعض الشركات الاخرى، وفي عندنا البحر الاحمر اللي هو لم يكتشف الى هذه اللحظه ولم يكون بحفر اي بير، فاحنا عندنا كميه كبيره جدا من الغاز والبترول موجوده في كل انحاء مصر، سواء كان في الشرق او في الجنوب او الشمال، فكل هذه طبعا هذا موجود. الى هذه اللحظه لم نكون باخذ الكميات الكبيره من عمليه الاستكشاف، اكثر من حوالي 40% فقط من الاكتشافات تمت في هذه المناطق،
فده معناه ان احنا لسه عندنا مخزون كبير جدا، الى جانب حاجه جديده جدا او حاجه موجوده، ولكن مصر يعني لن تقوم بعمليه الاستثمار فيها بشكل اوضح. حاجه اسمها اللي هي الخزانات الغير تقليديه، اللي طبعا امريكا بدات فيها من زمان، زي مثلا الغاز اللي هو في الصخري، وفي عندنا حاجات اللي هي الانكوبينشن ريزرفورز. عندنا في مصر بدات مؤخرا في شركات في مصر زي تاج تعمل هوريزونتال ويلز وابار افقيه، في حاجه اسمها تايت ريزرفوار وكربونيت. احنا المفروض نبدا في هذه الاشياء ونشوف مستثمر قوي يقوم بالاستثمار، لان المخزون العالمي في الانكونفشن او الخزانات الغير تقليديه يعادل بكثير برضه نفس الخزانات الكونفشن اللي هي اوريدي موجوده حاليا دلوقتي. انا الحقيقه بشكرك جزيل الشكر دكتور ثروت راغب، استاذ هندسه البترول والطاقه، على كل ما تفضلت به من معلومات. مشاهدينا، هذا وأثنى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماع الحكومة على الجهود التي بذلتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المستهدفة، وأشار رئيس الوزراء إلى أن ذلك يمثل رسالة إيجابية قوية عن الاقتصاد المصري بوجه عام، فالحكومة اتخذت إجراءات وتيسيرات واسعة أسهمت في جذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية. وأكد مدبولي حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المثلى لأصول الدولة، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الذي تنفذه الدولة. وللمزيد من الاقتراب من الحدث ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار. برحب بحضرتك دكتور هشام. إذن وأنت متخصص في مسألة التمويل والاستثمار، برأيك ما هي أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية؟ مساء الخير في البداية حياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. أتصور أنها مرحلة جديدة بتخطوها الحكومة المصرية في إطار تهيئة مناخ الاستثمار بشكل عام وقطاع الصناعة على وجه التحديد. يمكن هي الحكومة بتعكف أو عكفت خلال الفترات الأخيرة على دراسة السبب طالما كان بيعجق الاقتصاد المصري، وهو العجز المزمن في الميزان التجاري، وإنه قدر اعتمادنا على الخارج كان متزايد، وقدر استيرادنا كبير، وقدر صادراتنا كان الحقيقة على الرغم من مستهدفه لكن كمان لا يقارن بحجم الاستيراد. وبالتالي هي الحكومة بدأت تعمل على عدد من الملفات، عدد من الصناعات اللي كان فيها أرقام الاستيراد كبيرة، وبالتالي في محاولة لتوطين هذه الصناعات مش بس علشان نزيد من حجم الانتاج ونقلل فجوة الاستيراد، لكن كمان الأكثر جاذبية ان احنا يكون لنا تاريخ ويكون لنا حجم انتاج ويكون لنا تكنولوجيا هي حديث. ومن هنا بدأ التواصل مع شركات عالمية مشهود لها بقدرتها على جلب وتنفيذ استثمارات بتكنولوجيا عالية. وهو ده يمكن اتصور انه المواجهه الاساسيه اللي بتخطوها الحكومه حاليا، انه ازاي يكون لدينا استثمارات ولدينا صناعات بتعتمد على التكنولوجيا، واستثمارات كبيره بتولد مزيد من فرص العمل، بتزود حجم الانتاج، بتقلل الاستيراد، وبتقلل الضغوط اللي كانت موجوده الحقيقه على فترات زمنيه طويله، ضغوط على النقد الاجنبي. ومن هنا اتصور انه الحكومه في اطار خطواتها بدات تحقق بعض الانجازات. يمكن احنا الحقيقه تابعنا ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات خلال زياره دوله رئيس الوزراء للصين، بنتكلم عن 5 اتفاقيات تم توقيعها، وبنتكلم على استثمارات تجاوز مليار دولار في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. اتصور انها بدايه جيده، ونتوقع انه هيكون هناك في مزيد من الاستثمارات من مختلف دول العالم، لا سيما وان الحقيقه الزياره الاخيره اللي قام بها ايضا دوله رئيس الوزراء للمملكه العربيه السعوديه ولقائه به المسؤولين سواء كان وزير الاستثمار او وزير الصناعه، اتصور انه ده هيفتح ايضا مجالات وافق جديده للاستثمار، وحجم ما هو مطروح من فرص استثماريه بيتزايد. واتصور انه قدر التعاطي او التعامل مع هذه الفرص من جانب المستثمرين اتصور انه بياتي على قدر طيب من الإيجابية. دكتور هشام، يعني يمكن ده كان هيكون سؤالي لحضرتك في الجزئية دي تحديدا. حضرتك تحدثت عن استثمارات، تحدثت أيضا عن اتفاقيات، كيف تؤثر الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد المصري؟ بالتأكيد ده عنصر هام للغاية فيما يتعلق بداية بالنقد الأجنبي.
لان احنا الحقيقه الفجوه اللي كانت كبيره في الميزان التجاري كان مهم انه يتوازى مع هذه الفجوه انه يكون في ارقام استثمارات بالنادي الاجنبي علشان لا يكون هناك ضغوط على موارد النادي الاجنبي داخل مصر. الامر الثاني ان احنا بالتاكيد مساله اعتمادنا على الخارج يجب ان تتقلص، ومهم جدا انه يكون لدينا قاعده انتاجيه قويه يكون قدراتها عاليه اذا كان او في الارتقاء بمستوى الجوده وتحديث هذه الصناعه بشكل مستمر. وتصور ان احنا الحقيقه لدينا تاريخ طويل في مساله انه يكون لدينا صناعات لا يحدث عليها تطوير مثل شركات قطاع الاعمال اللي بالستينات والحقيقه لم تصل الى هيئه التطوير والتحديث وبالتالي تقدمت بمرور الزمن. فاتصور انه الدوله المصريه مدركه تماما لتحديات ومشاكل الماضي، مدركه تماما للتحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري في الفترات الاخيره وبتعمل حاليا على التعامل مع هذه التحديات. يمكن دولة رئيس الوزراء يا دكتور أكد أنه فعلا الصناعات المستهدفة لجذب الاستثمارات أصبحت بأعلى جودة، إذن ما هي أبرز الصناعات التي تجذب الاستثمارات حسب تصريحات رئيس الوزراء؟ بالتأكيد لدينا عدد من القطاعات الصناعية يمكن أن يشكل بشكل نقلة نوعية للاقتصاد المصري. بنتكلم على صناعة السيارات اللي هي كان فيها ضغط كبير للغايه خلال مش سنة لكن خلال العقود الماضيه، وقد اعتمدت على الخارج بيتزايد عن بعض اخر، وتصور انه سوق السيارات بيلمس هذا. بجانب صناعه السيارات صناعه الدواء، وايضا من التحديات اللي بتواجهنا في الفتره الحاليه، لانه الحقيقه على الرغم من انه حجم انتاج الدواء في مصر كبير، لكن ما زال اعتمادنا على الماده الخام بياتي من الخارج بنسب كبيره. وبالتالي نحتاج لمزيد من الاستثمار في صناعه الدواء، مزيد من التكنولوجيا، اصلا في الاعتبار انه الحقيقه حجم انتاجنا مش بس بيلبي السوق المحلي، التحدي اللي بيواجهنا انه العديد من الدول العربيه والافريقيه اصبحت بها فرص واعده واسواق تتسع لاستيعاب المنتج المصري، وبالتالي احنا الحقيقه لدينا طموح في ان يتزايد حجم الاستثمار في صناعه الدواء، وده هيلبي مش بس السوق المحلي لكن كمان هيلبي اسواق المنطقه بالكامل. لدينا ايضا الصناعات والاجهزه المنزليه، وده ايضا بها فرص كبيره للغايه. لدينا صناعه الملابس والمنسوجات، ايضا ارقام الصادرات الحقيقه بتتعاظم فيها، واضح ان السوق العالمي منفتح عليها بشكل كبير للغايه. لدينا مواد البناء والتشييد، ايضا الحقيقه لدينا فيها قادم من الصادرات، واضح ان السوق الاقليمي متسع لمزيد من الصادرات. فالحقيقه لدينا عدد كبير من القطاعات والصناعات اللي يمكن ان يتعاظم فيها حجم استثماراتنا، وبالتالي تحقق المزيد من الدعم للاقتصاد المصري. طيب حابة أتكلم أيضا عن مسألة وثيقة سياسة ملكية الدولة، كيف تسهم برأيك هذه الوثيقة في تعزيز دور القطاع الخاص؟ هو يمكن على الرغم أنه هذه الوثيقة مضى على انطلاقها من جانب الحكومة عدة سنوات، إلا أنه ما حدث مؤخرا من جانب الحكومة بإعطاء رسالة قوية للمستثمرين أنه نتحدث عن مرحلة جديدة قوامها الثقة المتبادلة. الحكومة بتثق في المجتمع الأعمال أنه يستطيع أن يتحمل مسؤولياته في عملية التنمية الاقتصادية، وأيضا مجتمع الأعمال لديه ثقة في الحكومة أنها الحقيقة بتغير كثيرا من مناخ الاستثمار وتتعامل مع ملف البيروقراطية، وفي مسارات بديلة بتتحرك فيها الحكومة علشان تحافظ على وقت ومال وجهد المستثمرين. فالثقة المتبادلة تصور أنها نقطة بداية جيدة بتدعم وثيقة سياسة ملكية الدولة ويتضعها في التطبيق على أرض الواقع. وثيقة سياسة ملكية الدولة الحقيقة موضوع مهم، لأن احنا الحقيقة بنحدد مجالات وقطاعات تتخرج منها الحكومة كلية وتترك المساحة للقطاع الخاص كي يتحمل مسؤولياته في هذا الإطار. ولما يكون لدينا برنامج للطروحات بيتزامن مع هذا الأمر، ولدينا لقاءات بتتزايد فيما بين المسؤولين الحكوميين المصريين ومجتمع الأعمال، ولدينا الحقيقة توجه لجذب أرقام كبيرة من الاستثمارات، يبقى كل ده بيدعم وثيقة سياسة ملكية الدولة. أتصور أنه بمرور الزمن نسب مساهمة القطاع الخاص سوف تتزايد. إذن الهدف الذي تسعى الدولة إليه هو جذب مزيد من الاستثمارات. أنا بشكرك الحقيقة جزيل الشكر دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام هنخرج لفاصل قصير، بعده نعود ونستكمل مع حضراتكم هذه التغطية.
برحب بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، وبالعودة لاستكمال ما تم الحديث عنه اليوم خلال المؤتمر الصحفي لدولة رئيس الوزراء بخصوص الاجتماع الشامل الأسبوعي للحكومة. يعني ورد إلينا هذا الخبر أيضا، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين الحكومة المصرية وحكومة إيطاليا، ويهدف الاتفاق إلى تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكي للجلود ومدينة دمياط للأثاث والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وخلق وظائف جديدة للعمالة المحلية. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور وليد جبلة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. برحب بحضرتك يا فندم. إذن ما هي أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية؟ أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. والاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المحلية أيضا، تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين في الداخل والخارج كانوا هدف الدولة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث قامت الدولة من البداية بإنفاق تريليونات الجنيهات في إعداد بنية تحتية على أعلى مستوى في من الطرق والطاقة والموانئ والأراضي الصناعية وغيرها الهيئة من المرافق التي تساعد على تشجيع الاستثمار. وفي مجال البنية التشريعية كان هناك في الداخل تطوير كبير في البنية التشريعية بإصدار قانون الاستثمار ومرتبطة به من قوانين، وفي الخارج كان هناك تشريعات متعلقة بالعديد من الاتفاقات التي انخرطت فيها مصر والتكتلات الاقتصادية التي انخرطت فيها مصر كالكوميسا الإفريقي ومنطقة التجارة الحرة الإفريقية، مؤخرا الانضمام إلى بريكس في يناير الماضي، وغيرها الحقيقة من الاتفاقات الثنائية والجماعية. مؤخرا استكملت الدولة إجراءاتها الإصلاحية بمجموعة من الإصلاحات اللي كانت ضرورية جدا مع عقد صفقة رأس الحكمة وما تلاها من إجراءات تصحيحية عززت من مالية الدولة، قضت على السوق السوداء للعملة وأصبح هناك سعر صرف واحد للجنيه المصري. تلا ذلك مجموعة من الإجراءات التصحيحية التي حسنت من مناخ الاستثمار. الآن الدولة ممثلة في الوزراء والجهات المعنية بتقوم بعمليات تواصل مباشر ما بين المستثمرين. هناك زيارات للسيد رئيس مجلس الوزراء للمصانع والمنشآت. الوزراء موجودين في كل مواقع العمل وفي مواقع الإنتاج. هذا التواصل المباشر اللي بيؤدي إلى تشجيع المنتجين والمستثمرين في مصر على التوسع في مجال أعمالهم. في مجال آخر تابعنا زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية، والزيارات المتبادلة على مستوى الوزراء للخارج واستقبال المستثمرين في الداخل أيضا من أجل جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي، ترويج الفرص الاستثمارية. مصر لديها خارطة استثمارية متكاملة، مناطق استثمارية متكاملة، هناك فرص واعدة في منطقة قناة السويس، في المناطق الصناعية، في المدن الجديدة التي تم إنشائها. تابعنا هناك مناطق صناعية للصين، لروسيا،
مؤخرا كان هناك حديث عن منطقة اقتصادية لتركيا في العاصمة الإدارية الجديدة، نشاط كبير بيستهدف في هذه المرحلة الترويج. فالمجهودات التي حدثت من أجل الإعداد تحتاج في هذه المرحلة إلى الترويج وإلى التواصل المباشر. بنتابع طبعا مصانع موجودة على الأرض ابتدى بيتم إنتاجها، بنتابع توجهات واتفاقات وتواصل مباشر مع كافة الكيانات المعنية الحقيقة. وأتصور أنه خلال الفترة القادمة ستشهد مصر العديد من افتتاحات المصانع، الكثير من الاستثمارات في كل القطاعات. اللي عايز أكده أن مصر إذا كانت بتستهدف القطاع الصناعي في المقام الأول إلا أنها لا تهمل بقية القطاعات. القطاع الخدمي قطاع مهم جدا، القطاع العقاري ليس منافسا للقطاع الصناعي. البعض يربط ما بين القطاع العقاري والقطاع الصناعي بأنهم يفضلون القطاع الصناعي عن العقاري، في الواقع أنهم ليسوا بديلا عن بعضهم البعض. فالدولة تريد معدلات نمو مرتفعة في كل القطاعين، القطاع الصناعي أو القطاع العقاري أو القطاع الخدمي. فالمطلوب هو تنمية شاملة تراعي الأبعاد البيئية، تستهدف خلق فرص عمل مصرية في كافة القطاعات دون تمييز، بحيث يتم تلبية طموحات المواطن، يتم خلق فرص عمل كافية في سوق مصرية يدخلها نحو 800 ألف وافد جديد من الشباب سنويا يريدون فرص عمل. هذه الفرص لا يمكن للدولة وحدها القيام بها، ولا يكفي الاستثمار المحلي، ولكن مهم أيضا تضافر الجهود ما بين الاستثمار الحكومة والاستثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي أيضا. طيب دكتور وليد، حضرتك ذكرت نقطتين دلوقتي مهمين جدا، مسألة الاستثمار في القطاع العقاري والاستثمار في القطاع الصناعي. أيضا حابة أتحدث مع حضرتك عن الاستثمارات الأجنبية، إذا تأثير كل هذه الاستثمارات وتحديدا الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد المصري. الاستثمارات الأجنبية هدف لكل دول العالم، ومعنى أن مصر بتنجح في أن هي تحقق المركز الأول إفريقيا منذ 2016 وهي الوجهة الأولى والمركز الأول إفريقيا بجذب الاستثمار المباشر، ده معناه نجاح بالنسبة للدولة المصرية. ولكن ورغم هذا النجاح هناك طموحات لمضاعفة هذا الاستثمار المباشر، لأن السوق كبيرة. مصر تمتلك سوق كبيرة أكثر من 105 مليون، تمتلك المجتمع شاب، يعني هيكل السكان في مصر هو هيكل شاب بطبعه، في احتياج شديد إلى مزيد من الوظائف، إلى مزيد من الإنتاج. كل هذه الأمور بتجعل من الاستثمار الأجنبي المباشر مهم جدا. وعندما وبرضه أنا عايز أكد، لما نستهدف الاستثمار الأجنبي المباشر بنستهدف كافة القطاعات. يعني الدولة لما بتابع مشروعات تطوير السكة الحديد وإزاي أن يكون أصبح هناك عقود بتشترط أن يكون هناك تصنيع لمكونات السكة الحديد، من عربات، من فلنكات، من القضبان للسكك الحديدية، أصبح بيتم تصنيعها في مصر من أجل إمداد أن يكون الإمداد محليا. هناك توجهات بأن يكون هناك استراتيجية مزدوجة بإحلال الواردات، بأن يكون هناك صناعات محلية ويتم تعميق الصناعات المحلية في الداخل، وفي نفس الوقت بيكون هناك بناء صناعات من أجل التصدير. مؤخرا كان رئيس الوزراء بيفتتح أحد كبار المصانع الخاصة بالأجهزة المنزلية، 40% من إنتاجها للداخل، 60% من إنتاجها للخارج. إذن هذه المصانع بيكون لها دورين، يعني دور متعلق بتلبية الاحتياج المحلي، ودور متعلق بزيادة الصادرات المصرية للخارج أيضا. طيب ده هيخليني أسأل حضرتك عن أبرز الصناعات المستهدفة لجذب الاستثمارات بحسب تصريحات رئيس الوزراء. هو طبعا يعني من المعلوم أن مصر في احتياج إلى الاستثمارات بتركز عليها، من أهمها صناعة السيارات الكهربائية، ودي صناعة مهمة جدا لأن السوق متعطش إليها. مصر أيضا بتعمل على توطين المكونات صناعة الأجهزة المنزلية، وده شيء مهم جدا وركزت عليه أيضا مبادرة ابدأ. مصر بتستهدف تعميق الصناعات في الكثير من الصناعات، مصر بتستهدف تطوير صناعة الأدوية، بتستهدف كل الصناعات الكبرى أيضا. يعني أنا عايز أقول أن مصر لديها بروتوكولات بعشرات المليارات في مجال تصنيع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء،
الاستراتيجيه المصريه ما اقدرش اقول ان هي بتركز على صناعه معينه، ولكن هي بتركز على ان يكون لديها نهضه صناعيه متكامله تشمل كافه القطاعات. بنشوف ده من خلال توزيع خريطه الاستثمار على الاماكن في مصر، فهناك اماكن الدوله بتستهدف فيها الاستفاده من المزايا النسبيه لكل منطقه على حده، بحيث يكون هناك تكامل في العملية الصناعية والاستفادة النسبية والاستفادة من المزايا النسبية الخاصة بكل منطقة. طيب دكتور وليد، وحضرتك عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، إذا ما هو دور الحكومة في الإدارة المثلى لإدارة أصول الدولة بشكل عام؟ هو طبعا يعني أنا عايز أقول إن أصول الدولة دي كان لها يعني مجال كبير جدا للإدارة. الدولة قامت بمجهودات أهمها، أنا شايف إن إنشاء الصندوق السيادي والذي يقوم بدور مهم جدا في إدارة أصول الدولة من خلال صناديقه الفرعية، ده شيء مهم جدا. أيضا هناك هناك جهاز لاستثمار الأموال الغير المستردة، وده شيء مهم جدا. هناك وحدة في وزارة المالية للشراكة مع القطاع الخاص، جميعها أزرع، يعني الدولة بتعمل على التعاون والاستثمار مع القطاع الخاص من خلال أزرع متنوعة، بحيث تتناسب هذه الأزرع مع كل أوجه الاستثمار ومع كل المستثمرين. أتصور أن أيضا هيئة الأوقاف يمكن أن يكون لها دور أكبر من ذلك خلال فترة القادمة، بما تمتلكه من عقارات وبتمتلكه من أصول مهمة على مستوى الدولة المصرية، يؤهلها بالفعل في حال التصدي للتحديات التي تواجهها أن يكون لها دور أيضا في مجال الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار. طيب حابة أناقش حضرتك في وثيقة سياسة ملكية الدولة، كيف تسهم وثيقة سياسة ملكية الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص؟ هذه الوثيقة أصبحت دستور وأصبحت تمثل الأفق الخاص بالاستثمار للمستثمر المحلي والمستثمر الخارجي. عندما يتحدث عن دور الدولة في الفترة القادمة، يستطيع من خلال هذه الوثيقة يعلم القطاعات التي ستتخارج منها الدولة، ويعلم القطاعات التي ستثبت فيها الدولة استثماراتها، والقطاعات التي ستزيد فيها من استثماراتها. الدولة عندما تعلن هذه الوثيقة هي بمثابة دستور ملزم لها وملزم للجميع، بالتالي فإنها توضح الأفق للمستثمر. المستثمر يهمه كثيرا أن يعلم توجهات الدولة الاستراتيجية التي تظهر جلية من خلال هذه الوثيقة. تطبيق هذه الوثيقة واضح أن هو بيتسم بالمرونة، يعني حتى في مؤتمر الصحفي اليوم رئيس الوزراء أكد على مرونة التطبيق، وكيف أنه يمكن أن يتم طرح مشروعات معينة في أوقات معينة وتأجيل مشروعات أخرى بما يتناسب مع السوق. إذن نحن أمام استراتيجية لتمكين القطاع الخاص ولخفض وجود الدولة في النشاط الاقتصادي، ولكن يتم تطبيقها بصورة مرنة تحقق تخارج عادل للدولة، يحقق مصلحة المواطن ومصلحة التنمية الشاملة في مصر بصفة عامة. إذن في النهاية هو ده اللي بتسعى ليه الدولة المصرية، هو تحقيق مصلحة المواطن. أنا بشكرك الحقيقة جزيل الشكر دكتور وليد جبالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء. أيضا مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، كنت معكم في هذه التغطية، أنا حنان عاطف، إلى اللقاء.